فالبعض يروي أن سليمان دخل الخلاء وترك هذا الخاتم مع زوجته، فتمثل لها الشيطان في صورة سيدنا سليمان فأخذ هذا الخاتم. وعندما خرج سيدنا سليمان قال لها: أين الخاتم؟ قالت: أعطيته لسليمان. فقال لها: أنا سليمان. فقالت له: إنك كاذب. وألقى الشيطان الخاتم في البحر، وخرج سليمان من القصر ضعيفا فقيرا حتى وجد خاتمه في سمكة كان يأكلها، فأخذ الخاتم وعاد إلى القصر. هذا الذي بينكم ليس بسليمان، فلقد تمثل الشيطان به. هيا يا بني إسرائيل، ادخلوا هذا القصر لنخرج منه الشيطان، فلقد تخلصنا من سليمان يا بني إسرائيل. ما كان للشيطان أن يتمثل بنبي الله سليمان عليه السلام. وما أدراك يا ألصاف؟ هل تعلم الغيب؟ وهل تعلم أنت الغيب؟ فكيف تمكن النبي سليمان من تسخير الجن والشياطين، ثم تمكن الشيطان من سليمان؟ ما يقوله ألصاف هو الحق، فلقد وهب الله سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده. لكم عندي مفاجأة كبرى ستغنيكم عن سليمان. كهرمانة، ماذا يا أخي ألصاف؟ لم أكن أعرف أنك بكل هذه الشجاعة في المواجهة. لم أفعل شيئاً غير أنني دافعت بالحق عن نبي الله سليمان. كان بإمكانك الصمت مثلما صمت. وإذا صمت ولم أتكلم أنا ولا غيري، إذن لا أصبح هوشان على الحق وضاع الدين. سعيد أنني قابلتك اليوم وتعرفت على حقيقة شخصيتك. أشكرك، أراك على خير. وعليكم السلام. فلقد دافع الله عنك يا نبي الله سليمان. ها؟ ما بك يا هوشان؟ ماذا أصابك يا زوجي؟ سليمان لا أستطيع الانتصار عليه حتى الآن. ولماذا يا هوشان ترهق نفسك بالعمل على هزيمته؟ لأنني أحق منه بكل هذا. ولماذا أنت الأحق منه؟ لقد أخذ أبوه داود النبوة، وأخذ سليمان الملك، ونحن نشاهد ونصفق لهما. اهتم بأمرك يا هوشان، اهتم بتجارتك، اهتم ببيتك. بيتي الذي ليس فيه ولد يسعد قلبي ويحمل اسمي من بعدي. دعيني أنام أو أشرب كي أنسى.